أنا لما رجعت من دراستي في الأزهر زمان وأتيت إلى الصومال عند الوالد، سألني كم ودك من القرآن؟ قلت في كل أسبوع، وأنا أنا أقرأ في كل أسبوع، يعني أختم في كل أسبوع. فظننت أنه سيمدحني ولا سيثني علي، فإذ به ينهرني. أقول له يا سبحان عجيب، الله. أسبوع؟ يقول تعرف أتعرف ما تعني من كلامك؟ قلت ماذا؟ قال تغيب عنك كل آية أسبوع، ما يعني كل آية من القرآن تغيب عنك أسبوع، لا تراها إلا في سبحان الله. الأسبوع، إلا يوم واحد، إلا مرة واحدة. وما الذي أشغلك؟ عندك عيال، عندك زوجات، عندك كذا، ما الذي تفعله هناك؟ أنا أرسلتك تتعلم القرآن. فكان عجبا، فكأنه كان يريد مني أن أكون مثل ورده. كان ورده 3 أيام، كل 3 أيام يختم، يختم ختم كل سبحان الله. 3 أيام يختم، لا يتركه لا في سفر ولا في حضر ولا في أي مكان.